أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. واليوم راح نستكمل هذه المجلة، أخذناها بحلقات سابقة اللي هي مجلة الرياضي 25 فبراير 1995، عليها روماريو حامل العلم برازيل على الغلاف. صحيح. في دائرة الضوء أحمد المطيري، لاعب نادي كاظمة لكرة القدم، موهبة كروية ولاعب قادر على فرض نفسه في الملعب، شد إليه الانتباه رغم صغر سنه، فهو من مواليد 1974. إنه أحمد المطيري الشمعة الصغيرة على دروب الإبداع الكروي. سبب انضمامه لنادي كاظمة، طبعا يقول كنت أتمنى انضمك واكتشف أني اللاعب دولي جمال يعقوب رحمة الله عليه، رحمة الله، بدورة شهداء القرين بعد التحرير وتحققت أمنيتي. كيف ترى مستوى البرتغالي؟ جميع شاهد المستوى الرائع اللي قدمه الفريق بطولة أندية خليج وكأس ولي العهد، جاء فريقنا يقدم وحاليا فريقنا يقدم كرة راقية. طبعا من سيفوز بالدوري إذا استمر اللاعبون على هذه الروح والعزيمة؟ سيكون دوري كرماويا، ولكن ستكون هناك منافسة قوية من القادسية والعربي والسالمية لكل مجتهد نصيب. من تتوقع أن يكون هداف؟ حمد صالح. هل نجحت الأندية باختيار لاعب أجنبي؟ للأسف بعض اللاعبين الأجانب مستواهم عادي. ما رأيك باحتراف علي مروي بالأهلي السعودي؟ سيكون خير سفير للكرة الكويتية، فعلي هداف واحترافه فعل خير بإذن الله على الرياضة الكويتية. أفضل لاعب محلي حاليا عبيد الشمري فواز الخيل. أفضل حارس مرمى خالد الفضلي فلاح دبشة. لاعب ترتاح لوجوده في الملعب صالح المسند وعادل الخليفي. لاعب عالمي تود مقابلته خريستو ستويتشكوف نجم بلغاريا. أي أفضل قرار رياضي لو يطبق تفرغ الرياضي والدعم المادي للاعبين، والجيل الحالي مظلوم. يعني هذا تكلم ما البلد تستريح فيه بعد الكويت الإمارات. أغنية ترددها مع نفسك رهيب لعبد المجيد عبد الله. النجوم اللي عجبونك عبد الرحمن العقل وطارق العلي. أفضل أسماء إليك خالد وأحمد ومي وماهي. يعني هذا لقاء الكابتن أحمد إبراهيم المطيري، نجم من نجوم نادي كاظم المنتخب الوطني، كان يعتمد عليه من ما شاء الله في طريقة لعبه. كان يلعب 3-5-2، كان يلعب هو ظهير أيسر أو نص يسار مع ميلان ما شاء الله، وأحرز بطولة الخليج صارت في البحرين 98 وميدالية الذهبية الفضية في أسياد بانكوك سنة 98. بعد انهيار ميلان سيد العجوز تستعيد شبابها اللي هو طبعا اليوفنتوس، يعود بالغمة بعد غياب 9 سنوات مع رابانيلي هذا. اي نعم صورة بلاتيني هني، إليساندرو ديل بييرو شوف نجوم يوفنتوس، روبرتو باجيو، أنجلينو بيروزو حارس متألق، هذا رابانيلي، إليساندرو ديل بييرو يحتفل بهدفه مع زميله فايريزو، هذا طبعا بلاتيني أفضل من ارتدى فانيلة يوفنتوس، خبرة الكبار وحيوية الصغار وراء التألق، باجيو قائب للإصابة وبيرو خليفة الجديد، طبعا بيرو يقتدون فيه ديل بييرو. طبعا ابو غازي نادي يوفنتوس انا محبين الكره الايطاليه تدري ابو غازي، واشجع اي سي ميلان، لكن القلب النامض للكره يعني روح او شخصيه منتخب ايطاليا دائما تطلع من فريق يوفنتوس. يعني العاصمه تورينو فيها يوفنتوس وفيها لاتسيو، لكن انا اكلمك عن فريق يوفنتوس، هو روح منتخب ايطاليا. روبرتو بتيغا نجم إيطاليا السابق ورئيس النادي الحالي. صحيح بتيغا هذا النجم هداف سنة 78 لعب وياهم، أصيب قبل بطولة كأس العالم 82، ما راح وياهم مع المنتخب لأنه كان مصاب، ما ضموا التشكيلة. أعتقد كنا لعب ويا بمكانه ألتوبولي، النجم مميز. وإيش رايك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا. طبعا نحب ننوه أن أنا قلت أن الفريقين اللي هو يوفنتوس ولاتسيو في تورينو، لا طبعا اللي هو نادي تورينو مع يوفنتوس في تورينو. نشكر أخونا فضلي مبارك، طبعا مبارك ما يقصر. مبارك فضلي شكله إيطالي صرف، متعصب ما شاء الله، عارف عشان كذي ما يازت له الكلمة. فيلسوف الرياضة الألمانية بوريس بيكر يحتفل بخروج ابنه إلى الأضواء. هذا أصغر بطل لبطولة ويمبلدون، اي نعم، عمره 17 سنة حرز البطولة. نعم، هذه بخليها حق التجوري الصورة هذيك بخليها. طبعا خلينا نروح إلى بعد عودته إلى البرازيل، فضيحة حب روماريو هو كرة القدم. طبعا انت تتكلم عن السنه هذه، سنه 95 94 93، لا صوت يعلو على صوت روماريو. روماريو اذا قلنا مارادونا جاب الكاس العالم للارجنتين 86، انا اقول لك روماريو هو اللي جاب الكاس العالم للبرازيل بعد غياب 24 سنه. يعني اخر بطوله اخذها سنه 70، سنه 94 خذوا البطوله بعد فوزهم على ايطاليا، نفس الفريق اللي خذوا سنه منه البطوله سنه 70 خذوا منه سنه، نعم، 94 بفوز بركلات ترجيحية. لكن الأهداف اللي أحرزها، نعم، كانت أهداف مفصلية في البطولة. بعد المونديال تفجرت خلافات بين كرويف وروماريو، طبعا نادي برشلونة في البرازيل هو الملك. بعد 10 سنوات روماريو يكرر سيناريو زيكو، احتفالات جنونية بعودته إلى فلامينغو، الإبداع والأهداف هديتي للجماهير. طبعا فضيحة حب ما نبي نتكلم عنها، يعني هذه فضايح ربك أمر بالستر. اي والله. طبعا هني بريد الغراء، هذا الاخضر العرباوي من العرباوي ابو زيد مسعود، هذا فايز فليج هو بتركي الشهيد الشيخ فهد الاحمد، صوره جميله رحمه الله عليه الشهيد فهد الاحمد. صناعه سعوديه فؤاد انور حديث النجوم. طبعا عبد الله وبران، انت اللاعب الاول في الكويت بدون منافس. عبيد الشمري، يترك المجال لغيرك، فطارق الجراهمه قد يظلم بقائك. انا ما اتفق معه طبعا، عبيد لاخر يوم اخر المباراه لعبها وهو يحتاج يعني الفريق. عبيد الشمري ما يحتاج ان احنا نتكلم عنه، نجم صراحه. يعني انا اشوف ان عبيد هو الوحيد اللي غير، يعني عبيد غير مباراه. عبيد من 83 وهو يلعب مع نادي قادسية، 82 83 بدا مع نادي قادسية، بس ما اخذ فرصته الفعليه الا موسم 88 89. تبي اعطيك عبيد بالضبط؟ عبيد بالاحتياط، قادسية خسران، الجمهور يا عبيد يا عبيد، نزل عبيد باص، الباص الثاني قوى القادسية. صحيح. هذا عبيد، هذا عبيد. عبيد شمال طبعا وليد نصار وماجد عبد الله، صور جميله. هني عندنا يوسف دوخي لاعب حقيقي، اكيد لاعب. صراحه انا بوجهه نظري يعني محبوب جمعه يجي بعده يوسف دوخي وسام حسين. والله من وسام حسين يوسف دوخي وهم بعده وسام، يعني اي ما شاء الله، حتى سام طبعا اكيد. وعندنا طبعا علي مروي كذلك، يعني من اللاعبين يعني اللي برزوا خلال فتره، يعني خلينا نقول يعني كان وقت التسعينيات، يعني وقت علي مروي وقت التسعينيات هو بدايته مع منتخب الكويت في تصفيات كاس العالم 89، اي بس يمكن برز برشلونه وكان نجوم مميزين، احرز هدفين على منتخب باكستان في التصفيات، واحرز في العراق هناك هدف جميل جدا في مرمى العراق في استاد الشعب الدولي، وصلنا تجوري وغازي. تجوري انا رايح ترى حق الصوره، يعني طوفتها عشان نعرضها، يعني عامر ياسر صورة جميلة، الكابتن عامر ياسر لاعب النادي العربي منتخب الكويت الوطني لكرة القدم عامر ياسر. صحيح، النجم عامر ياسر من نجوم مميزين، بدأ في البطولة العربية أذكر اللي صارت في تونس سنة 87، راقب يوسف ثنيان مع الهلال، كان نجم مميز جدا. مع صورة جميلة الكابتن عامر ياسر نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.